كيفاش طلع لك صدام حسين للركح وسلم عليك واعطاك عرض باش تقعد في العراق استنى يعمل لك شهرية يعرس لك بمرأة عراقية ودار الحصة الديمقراطية والتصوير اللي ما تعجبش ضيفنا ما نعديوهاش سوف كهي ماذا بينا الناس نسوا احنا اما نعديوها ولا لا عملنا نقابة على خاطر لقينا رواحنا لازمنا شوية نرتقيه بالفنان التونسي اللي مالوغوزمون جات بيريود اللي تشلك مسرحيتي اهم مسرحية في ايام كارتاج المسرحية لكن ظلموك شادلي اي تظلمت لا محالة تظلمت فما راني اللي اكتشفت وانا جاب لي في الاخر بالكل باش يسكر بيا المسلسل كله وقت ما عادش نجم وقت اكتشفت واني ما ثمش ما ادل منه مش معناتها واحد ما قراش ولا واحد ما تيزم يموت ولا يزم يتكره ولا يزم يتقال عليه هام ولا يتقال عليه كلوشار ليه اي راهو حتى كان ما نجحش في القرايه راهو فما ألف طريقه اخرى باش ينجح في حياته ما ترقدش حتى ندخل انا ندخل 4 متاع الصباح ساعات ما 3 متاع الصباح ما ترقدش لما انا نحل الباب وندخل وانت رفضت الاستقرار في مصر على خاطر عيلتك انا جد شيء مرضت وقت طلعت انا وقت طلعت لدبي هي مرضت معناتها مرضت معاش حتى تاكل في القصر كان باش ناخذ جائزه الابداع من عند زين العابدين بن علي ونحوها لي في وسط القصر هل صحيح انك ماكش راضي على الفيرسيون الاخرين اللي عم فيهم لطفي العبدلي بعد ما انصحك؟ كنت مبطل المسرح نمشي نخدم رام ضيعت برشا فلوس في القمار على الكوره وخسرت فوق 70 مليون يا مليارة يا مليارة خدمت معك نجلة التونسية كانت تشطح نجلة قبل وقتش قبل في جست فك الدوبي متاع التسعينات 94 في جست في مغيارة وفي الواحد أنا حبا باشا راني أمي وهي تعرف متعلق بها على الأخر راني أنا أمي متعلق بها على الأخر أمي كي نعرف طفلة نحكي لها كي نخرج نحكي لها كل شيء نحكي لها متعلق بها باشا حبي يا روحي يا عيني يا قلبي خبيلي في فلوسي زاد ناهول اللي ياخذي ناي نهول نقطع على ال 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 الخضرة الخضرة ونحضر كل شيء عليها كنتفوح وبعد أقول كنا والطيب نغسل مع المعون نسيق معها كل شيء في رمضان نهو الحركة الوحيد بدها هي ضريق ده ونضل نقضي من طيب هذه اسمها فضيحة في عيد الحب وينو كادو يا وينو شري لي خاتم فينو أنا عمت في خاصة باردو على خاطر الكاشي سرقت كرهبة وسقتها يا أخي دخلت بها في نصبة غلة دول صوص هكا الكوميديا نتاعك الراقية تفضل استيان كرهبات خضراء وسورية حمراء تقول صنجق أولا ضحكنا يعني لا ضحكنا كملنا كلينت كيما شفشة ماي كيما تفشة مش لازم الشاشة ديما لاباس مع نوفل الورتاني كل نهار سبت التسعة غير ربع متاع الليل على التاسعة